لان الحقيقه الموضوع استم موضوع بيعنينا جدا جدا ككليه وكجامعه، مش بس علشان ولادنا اللي مسجلين عندنا في 5 برامج في الأندر وبرنامجين في الدراسات العليا. احنا عندنا 5 برامج على مستوى الأندر بشراكة مع 7 جامعات أمريكية في إعداد اللائحة وإعداد البرامج وإعداد المقررات وتدريب مستمر لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة من قبل ما نعمل اللائحة لحد دلوقتي. كمان الشراكة دي على مستوى الجمهورية في مع 4 جامعات كمان بيشاركونا في تطبيق البرامج دي سواء في الأندر أو الدراسات العليا. فاحنا الحقيقة مهتمين جدا بالموضوع ده، وخاصة انه ده اول برنامج في كلية التربية واول منح. فمش عايزة اقول لحضراتكم احنا مختارين اعضاء هيئة التدريس قد ايه يونيك، لانه هم حابين يتعلموا كمان عن ستيم ويعرفوا ستيم وينقلوا ستيم صح. فالحقيقه دي يعني احنا مختارين مجموعه من الاساتذه متميزه جدا، لان البرامج مختلفه واحنا بنتعلم معاهم في التواصل والانتجريشن الى اخره من المميزات اللي احنا عارفينها عن ستيم. مش بس كده، احنا بنحاول ننقل الفكره بتاعه ستيم للبرامج العاديه، وعايزين ننقلها للبرامج الخاصة في الكيمياء في الفيزياء في الرياضيات، ننقلها على مرحلتين، مرحلة أولى مرحلة التدريس نفسها إن احنا ندرس بالتشارك مع بعض، المرحلة الثانية إن بناء الكورسات نفسه يبقى بناء تكاملي، ما فيش دكتور هاني بالبيولوجي في ناحية ودكتور هيبة بالفيزياء في ناحية تانية، لا احنا عايزين يقعدهم جنب بعض، يبقى في واحدة واحدة. الولد قاعد بياخد النهارده تاسك او بيعمل بروجكت، هو مش عارف ده كيمياء ولا فيزياء ولا بايو، بس هو عنده بيشتغل على تشالنج او توبيك معينه او حاجه معينه عشان يوصل لحلول ليها. فالحقيقه احنا مهتمين على المستوى الفردي والمستوى الجماعي بوجودكم النهارده، فعلا احنا محتاجين يعني نشوف احنا ممكن ازاي نطور البرنامج بتاعنا وازاي نعززه وازاي نعزز تعليم ولادنا، و هم موجودين معانا واللي فيهم حتى عنده محاضرات استأذننا من أساتذتهم وهم جايين. فإن شاء الله إن شاء الله تبقى بداية تعاون مثمر جدا. ميرسي لحضرتك جدا دكتورة صفاء سعادة العام، وميرسي لحضراتكم جميعا. الحقيقة يمكن طلبة ستام بروجرام عارفين كل التفاصيل وعارفين يعني إيه ستام، ده عرفوه يمكن لما دخلوا الكلية، لكن قبل كده ده ما كانش بالنسبة لهم حاجة معروفة، بالعكس هما كانوا بيتعلموا التعليم التقليدي زي ما بنقول. العلوم ما كانش فيها تكامل، لا كانت العلوم سيبرت كل تخصص لوحده، ما كانش فيه فكرة الانتجريشن أو التداخل أو أن أنا يبقى عندي مشكلة إزاي أستخدم كل الفروض أو كل النظريات وكل الأساليب اللي أنا تعلمتها في جوانب مختلفة عشان أبتدي أحل المشكلة دي. زي ما تفضلت سعادة الدكتورة صفاء ووضحت أنه الستيم كان جديد على كلية التربية، لكن الحقيقة البرنامج أثبت كفاءة بطلابه وبأعضاء التدريس وبمنسق البرنامج. الحقيقة احنا نفسنا نشوف ده في كل الطلبة حتى من وهم لسه طالعين في المدارس. يا مسز نادية عايزين نعرف اكتر عن الاميديست وايه اللي وصل الاميديست للستام وايه الريليشن شيب اللي ما بين الاثنين والسويتشنج ده حصل ازاي، ونقدر احنا بقى كطلاب كلية التربية نستفيد من ده ازاي، سبيشالي ان احنا كان عندنا وفد كبير شارك من طلابنا في البروجرامز بتاعه الاميديست. مسز شاهيناز هتطلعنا على ده، اتفضلي. مساء الخير. انا هبتدي بسؤال. انا عايز اعرف كام حد في القاعه هنا سمع عن تشات جي بي تي؟ ممكن نرفع ايدينا. تشات جي بي تي، احنا ابتدينا ندرس ستام ونفتح الستام سنتر في اميديست عشان الحاجات الجديدة زي تشات جي بي تي اللي بتطلع في العالم دلوقتي. ليه ده مهم؟ دلوقتي احنا في عالم حاجات زي تشات جي بي تي معناها ان انا ممكن اكتب اساي
معناها ان انا ممكن اعمل بحث، معناها ان انا ممكن اكتب بروجرام من غير ما انا اعمل اي حاجه. فده ال artificial intelligence ادى الى ان الشخص وجوده في الشغل بقى دلوقتي بنتساءل هو احنا دورنا ايه كبني ادمين. لو في سيستم زي تشات جي بي تي ممكن يعمل كل ده، انا بقى دوري ايه كبني ادمه في شغلي؟ فده اهميه ستام، ان تعليم الستام مش بيبقى ان انا لازم اتعلم العلم اللي موجود، لا انا لازم اتعلم ازاي اتعامل مع العلم الموجود علشان اقدر اادي في مجتمعي وكلنا نعيش حياه احسن. فاحنا في اماديست كان عندنا الفرصه ان شركه بوينج تساهم معانا في تاسيس ستام سنتر، وكان شركه بوينج احنا كنا يعني فيري لاكي ان هم تعاملوا معانا في اماديست ان احنا ناسس الستام سنتر. وكان هدف الستام سنتر ده ان احنا عايزين طلبه على يعني اكبر مستوى نقدر ان احنا نوصل له يتعلموا اكتر عن مجالات الستام المتاحه ليهم ان هم يدرسوها والوظائف اللي بعد كده تبقى متاحه ليهم. فلو في طفله عندها 9 سنين ودخلت كورس الليجو عندنا في اماديست، هتبتدي تفكر ايه ده انا ممكن اخش هندسه، ده انا ممكن ان انا انترستد مثلا في جرافيك ديزاين، انا انترستد ان انا افتح شركه تتعامل مع الكلايمت تشينج. فهدفنا ان احنا نوفر تعليم بسيط يبقى زي انترودكشن للشباب الصغيرين ان في مجالات ستام، ساينس تكنولوجي انجينيرينج ارتس اند ماثيماتكس، مجالات ستيم، وان المجالات دي مهمه ليه؟ ان دي احنا بندرسها عن طريق انتجريشن، ما يبقاش كل زي ما دكتور نادي كانت بتقول ما يبقاش كل مجال لوحده. لا انا لما ببص في الفيزياء او لما ببص في جرافيك ديزاين او لما ببص في الانتربرينورشيب هو ده مش مجال لوحده، لا ده مجال متاثر بمجالات تانية كتيره. فدي نمره واحد. فاحنا عايزين ان يبقى في الطلبه لما ياخدوا البرامج عندنا يبقى يبتدوا يفكروا لا ده في حاجات تانية كتير ممكن أشتغلها ومجالات تانية كتير ممكن أدرسها يمكن الطلبة دول ما كانوش واعيين عنها قبل كده. فدي نمرة واحد. نمرة اتنين، احنا كمؤسسة تعليمية في مصر من 1956 اهتمامنا الأساسي التعليم، وخلال برامج كتير بنوفرها من أهمها اهتمامنا بالمعلم. انا كان اول ما ابتديت اشتغل كانت اول وظيفه ليا كنت بدرس في مدرسه في اسكندريه، ومؤمنه جدا ان تقريبا اهم وظيفه هي وظيفه المعلم، مش بس عشان المعلم ده بيبني اجيال بعد كده، لكن المعلم هو اللي بيبقى المثل الاعلى للطالب. فانا لما لو طفله شافت مدرسه بتتعلم منها ده بيغير حياتها، واكيد كلكم عندكم مدرسين اثروا في حياتكم، معلمين اثروا في حياتكم فاكرينهم. والمهم هنا بيبقى ان المعلم بيقدر يشوف الطالب وقدراته يمكن اكتر من ما هو يشوف قدرات نفسه. فبرضو ارجع لجزئيه ستام، ان احنا مش بس بنعمل برامج للطلبه ان هم يتعلموا عن مجال الستام والستيم، بس ان المعلمين يتعلموا برضو بجزء بسيط جدا زي انتدكشن كده، انا ممكن ادخل وامدك ده ازاي في الطريقه اللي انا بعلم بيها. عشان زي ما قلت في الاول احنا تحركنا من جزئيه ان الطالب في الفصل بيدرس العلم اللي ناس تانية طلعوا بيه، لدلوقتي مطلوب منه ان هو يطلع بحلول. ليه ده مهم في دنيتنا دلوقتي؟ عشان احنا في عالم المشاكل اللي بنواجهها والتشالنجز اللي بنواجهها بقت مختلفة قوي عن 10 سنين فاتت او 20 سنة فاتت او 40 سنة فاتت. دلوقتي المشاكل اللي بنواجهها مشاكل ان احنا عندنا تشالنجز في البيئة ممكن تؤدي الى فقر اكتر، ممكن تؤدي الى مشاكل في الصحة اكتر، ممكن تؤدي الى مشاكل في ان الناس مش عارفة تعيش حياة كريمة. ف العلم هنا وخاصة الستيم والستام هما اللي بيدوا فرصة لطلبة سواء في المدارس أو في الجامعات أو بعد كده في الشغل أن يطلعوا بحلول مفيدة تخلينا في الآخر نقدر نعيش حياة أحسن. ومن هنا في حد طلع بتشات جي بي تي، لقى أن في احتياج لده وطلعوا بتشات جي بي تي،
وفي نفس الوقت في حد تاني طلع بتشاب تشات زيرو. تشات زيرو ده طلع ناس قالت لك طب دلوقتي لو انا اقدر بتشات جي بي تي الطلبه ممكن يكتبوا بحث علمي من غير ما هم اللي يكتبوه، يبقى الكمبيوتر بيكتبه. طب هنحل ده ازاي؟ تشات زيرو بيقدر يحدد هل اللي كاتب ده بني ادم ولا اللي كاتب ده اي اي. فكل ما احنا بنعدي علم كل ما بيبقى فيه حد تاني بيطلع بحاجه جديده. فمن هنا أهمية الستام، ومن هنا أهمية الستيم، ومن هنا أهمية جدا في كلية التربية إن معلمين زي حضراتكو يبقوا ملمين ومتعلمين عن إزاي يدرسوا ستام وستيم في المدارس، عشان إحنا مؤمنين جدا إن هو ده المستقبل. وإن في كلية التربية يكونوا يعني يبقى في المجال ده، دي حاجة مشرفة جدا. وإن في مدارس زي مدارس نفرتاري بت 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 بتوفر الوظائف للمعلمين إن هم يقدروا يشتغلوا في مجال التعليم في ستيم، دي طبعا حاجة هتساعدنا كلنا في المستقبل. و this is why إحنا ابتدينا الستام سنتر في عمدين. مرسي مرسي لحضرتك على التوضيح. ومن كلام حضرتك أستاذة شاهيناز نسويتش الجزئية تانية اللي هي السستينابيليتي أو التنمية المستدامة. الحقيقة هو إحنا في زي مش عايزة أقول تريندينج أو ترانس، بس في كلمات دلوقتي بقت رنانة قوي كلنا عمالين بنسمعها، وبنسمع إنه هو ده اللي هيساعدنا في الكلايمت تشينج، وهو ده اللي هيساعد الانفايرمنت بتاعتنا، وهو ده اللي هيخلينا towards green. طب هل إحنا مدرسينا أو الطلبة خريجين كلية التربية أو اللي حالياً مدرسين، لأنه الحقيقة يعني إحنا كلنا بنصفق عليهم لأنه هم فرصة في حاجات أو أجبروا على حاجات في وقت قليل، زي ما إحنا كده دخلنا على التكنولوجيا فجأة في أحداث الكوفيد وكلنا أجبرنا على إن إحنا نروح للأونلاين ونتعلم ده ونتعلم ده. فهل طلاب كلية تربية سعادة دكتورة صفاء وهل الأساتذة قادرين على مواكبة ده من حيث التدريبات اللي بياخدوها ومن حيث الأكتيفيتيز اللي بيعملوها دلوقتي؟ دكتور صفاء حضرتك تقدري توضحي لنا الجزئية دي؟ بالتأكيد الحقيقة يعني احنا بناخد تجربة بقالنا سنتين. يعني أنا عايزة أقول لحضراتكم على الرغم أن أنا عندي أعباء كتيرة جدا، بس أنا حابة أبقى involved طول الوقت في STEM لأن أنا نفسي بتعلم. يعني على الرغم أن أنا مش بدرس، لكن STEM أضاف لينا كتير من الخبرات، والحمد لله الفريق كل اللي بيشتغل عنده الحكاية دي. يعني تجربة جديدة مش هشتغلها بفكرتي أنا عن طريق التدريس اللي أنا عارفها واللي أنا شغالها في البرنامج بتاعي العادي، لا المايند سيت بتاع الناس اللي عندنا الحقيقه في البرامج مختلف تماما، والحقيقه بيفاجئوني. يعني هم والطلبه بتفاجئني جدا لما اجيب هيئه تحكيم للكابستون بتاع الاولاد من جامعات تانية ومن كليات تانية، من كليات زراعه وكليات هندسه، ويتحدوا الاولاد في بروجكتس معينه يقول لهم مش هيشتغل البروجكت ده، مش هيشتغل. يعني كان عندهم حاجة كده خاصة بالتربة وبالنبات، وأساتذة كلية الزراعة تحدوا طلاب ستيم هم فين الولاد، أني هم مش هتزرع، وهم قالوا لي هنتحدى ده، وتسقيفة جامدة جدا لطلاب ستيم لأنه رفعوا رأس كليتهم. وأساتذة كلية الزراعة إحنا تربية يا جماعة، إحنا تربية. يعني أما نعمل كابستون خاص بزراعة ونتفوق على ده، بس برضو الحقيقة عايزة أقول إن ده ما تعملش غير بالستاف اللي مع الولاد، بكل الأساتذة في كل المقررات أيا كان المقرر، لأن إحنا ما عندناش بقى في ستيم مكونات كده يعني ده تخصص وده كذا، لا، في كل المقررات هو تكامل وكلنا بنخدم على نفس الفكرة. وبعدين بقوا الولاد عندهم لا محتاجين حاجة في زراعة يروحوا، محتاجين حاجة في المساحة والمية يروحوا، محتاجين مش عارف حاجة في كلية الهندسة يروحوا، محتاجين ورش بيروحوا. يعني ما أصبحش الكتاب بتاعهم ولا لا، يعني فمجرد ما بيلاقوا أي دعم ببص ألاقي الفكرة عندهم يعني كبرت وتطورت وبقت زي ما حضرتك بتقولي كده إزاي يستخدموها وإزاي يطبقوها. يعني
فالحقيقة البرامج عندنا وعيدة جدا، وإحنا يعني بنأمل الحقيقة وبنأمل كمان نبقى المستوى الأول على مستوى الخمس جامعات اللي مطبقة، وإياكم إحنا المستوى الأول على الخمسة إن شاء الله، لأن أنتوا تستاهلوا ده وبتتعبوا بجد يعني أساتذة وطلاب. إنما خليني أستاذة نادية، أنا بقى عندي حاجة بخصوص التريننج بتاع الولاد. هيك إحنا بتطلع عينينا لما نروح مدارس ستيم الحقيقة، برضو موافقات وبتاع وكده. الولاد كمان يعني أنا أول مرة أسمع إن في مدارس بتطبق ستيم، فبالنسبة لنا فرصة إن إحنا نشوف مدرسة تانية وتجربة تانية بتطبق ستيم. فهل في فرصة إن أولادنا ييجوا المدرسة ويعملوا تريننج مع حضرتك؟ طيب دي حاجة كويسة جدا، هو ده التطبيق بقى. يعني إحنا لازم نخرج من القعدة دي بحاجة، لاني انا كمان مش حابه الولاد يروحوا يشوفوا منظور واحد لتطبيق ستيم، يعني يشوفوا اكتر من منظور واكتر من تطبيق واكتر من استاذ واكتر من كورس. اعتقد ده هتسري جدا عندهم. يعني جاوبت على السؤال يا دكتوره مي؟ دكتور شكرا، اجابه رائعه. الحقيقه انا حابه اسمع الاجابه برضو من مسز ناديه، التريننج في المدرسه يكون ازاي. وخليني اكمل برضو على السؤال اللي اتفضلت بيه سعاده العميده ووضحته. احنا فعلا عايزين طلابنا يبقوا بايونير، عايزينهم يبقوا مختلفين، عايزينهم كده يعني يبقى عندكم كل التولز، ما تستنوش لما تاخدوا بقى درجه الباتشلر، لا انتوا من دلوقتي شغالين على نفسكم، بتقدموا في كل المسابقات. برضو توضيح صغير كده، الكابستون بالنسبه لطلاب ستيم هو عباره عن ايه؟ هو مقرر الحقيقه، بس هو يعني مقرر تدريسي عليهم، لكن فعليا هو بروجكت هما بيعملوه. بروجكت بيبقى عندهم تشالنج، مشكله، وهما بيبتدوا يشتغلوا على المشكله دي بالتصورات اللي هما واخدينها، سواء من المقررات عبر التخصصيه او من الاساسيات الموجوده عندهم او من المقررات حتى التخصصيه اللي بياخدوها. بيبتدوا يستخدموا كل التولز بتاعه حل المشكلات لحد ما يوصلوا في الاخر لسولوشن المشكله دي. واللي هي البوينت الاصعب بالنسبه لهم او التشالنج اللي بتبقى صعبه، زي ما اتفضلت ساعات الدكتوره صفاء ووضحت، انه لجنه التحكيم من بره، هما مش عارفين تخصص ايه اللي هيجي يحكم لهم. دكاتره من هندسه، دكاتره من علوم، من زراعه، من كليات مختلفه. طبعا ده كل واحد على حسب التوبيك اللي هو بيكون مختاره او على حسب البروجكت اللي هو بيكون هيشتغل عليه. والحقيقه الولاد اشتغلوا في كل التخصصات، احنا بنتكلم احنا في مستوى تاني لحد دلوقتي، اشتغلوا في كل التخصصات. عايزه اقول لكم ان هم لجأوا لدكاتره الجغرافيا ولجأوا الجيولوجيا وراحوا مركز المساحه وجابوا خرايط وعملوا كل حاجه حضرتك ممكن تتخيلوها، واشتغلوا على نفسهم اكتر كمان في كتابه الريبورت والتجهيزات بتاعته، لان هو مش بس بيقدم بروتوتايب او نموذج وبيبتدي يجربوا الحل المشكله، لا هو كمان بيبلور الفكره في كتابه وخطوات وبحث علمي كامل يا دكتور علاء. يعني بحث من الاول للاخر، من اول الابستراكت لحد ما بيوصل للكونكلوجن، وبيبقى معاه الريبورت بتاعه ده كانه بالظبط يعني ابنه، ما بيسيبوش خلاص، هو ده الفاينل بتاعه مع النموذج بتاعه، ولجنه التحكيم بتبتدي تشوف ده. بس دي توضيحة صغيرة للكابستون لحضراتكم، ونسمع بقى مسز نادية والتريننج للتيتشرز. يعني أنا بعتقد تماماً في التعلم الذاتي، وبعتقد تماماً في اللونج لايف ليرنينج، والستاف بتاعي كله نفس الاعتقاد ده عندهم، وبرضو بقدر البحث العلمي وبقدر الخبرات وبقدر الحاجات دي كلها. بقول الكلام ده لأن احنا عشان نعمل التنمية المستدامة وعشان نعمل الستيم في نهاية التدريس اللي تقوم بتنفيذ ده وتوصل للنتائج اللي احنا عايزينها، ال 17 هدف بتوع اليو ان في 2030 هنوصل لها ازاي؟ فلازم مدرسات يكون على نفس المستوى اللي يطلعوا المنتج اللي احنا عايزينه من ولادنا. والحقيقة كمان أنا في الجزئية دي عايزة أشكر الدكتورة مي كمال، أشكرها لأنها الحقيقة قايمة بدور كبير معانا في تدريب المدرسات، وخلقت عندي فريق تدريب جوه المدرسة
وهي على طول معاهم وعلى طول up to date معاهم وعلى طول بتشجعهم وعلى طول. فعلا أنا بشكرك يا دكتورة مية على المجهود الكبير اللي عملناه في تدريب المدرسين. طبعا إحنا يعني إحنا عموما التدريب المدرسين ده شيء مستمر، وفي حقيقة كتير بنعمل تدريب كمان ذاتي، يعني احنا جوه على طول قبل الدراسة في بعد الدراسة ما بتخلص احنا عندنا دورة تدريبية كبيرة، واحنا عندنا خبراء كتير جوه المدرسة والمدرس الجديد بنجهزه. ميرسي ميرسي جدا مسز نادية. من هنا بقى مسز أستاذ شاهيناز، احنا عندنا سؤال مهم جدا، هل في بقى فرصة او خطة مستقبلية في الستام سنتر او في الاميديست للتريننج للستام ستودنتس بتوعنا او للستودنتس بتوعنا حتى اللي في البرامج العادية مش بس ستام بروجرامز؟ ميرسي على السؤال ده. احنا ابتدينا ستام سنتر من سنتين، كان اول من سنة اكتشلي كان أول برامج قدمناها كانت Lego Robotics Programming، وبعدين بعد كده تطرقنا إن إحنا بقينا نعمل برامج في Environmental Engineering، Recycling، حاجات اللي لها دعوة بالClimate والSustainability. والسنة دي عندنا مشروع overall إن إحنا نركز على Sustainability. بنعمل كده عن طريق أربع activities بنعملها. نمرة واحد STEM Talks زي اللي احنا بنعملها النهاردة، واحنا بنقعد نتكلم مع ناس متخصصين في مجال الستام والستيم، وبنتكلم على المجال ده بحيث ان يبقى فيه تداول للمعلومات عن الفرص المتاحة في مجال الستام والستيم. دي نمرة واحد. تاني حاجة هنبتدي برامج تدريبية introductory لناس مختلفة، سواء بقى معلمين، ناس هيبتدوا شركات، ناس مهتمة بالكلايمت، ناس في شركات عايزين يدخلوا الاستدامة في الشركات عندهم. فهنعمل workshops صغيرة خلال السنة. تالت حاجة ان احنا بنعمل podcast بنتكلم فيه عن مجال sustainability والintersection بتاعه مع الستام والستيم، وبنتكلم مع ناس في المجال ده، سواء بقى ناس أسست شركات، سواء ناس بتتكلم على الـ Sustainable Development Goals وتطبيقها في مصر. فناس مختلفة لها دعوة بالتعليم الستام ولها دعوة بالـ Sustainability. وآخر حاجة إن إحنا هنعمل a working group. الـ working group ده هندعو فيه ناس مهتمة بمجال الستام، وبحيث إن إحنا نساعد على الـ collaboration ما بين سواء الجامعات، الشركات، الستارت ابس اللي موجوده، اي حد بيشتغل في المجال ده. فهدفنا في الستام سنتر ان احنا زي ما كنت بقول في الاول ان احنا عايزين ان جزئيه الستام والستيم دي تبقى داخله في كل المجالات المختلفه، وان يبقى من الطفل اللي عنده 8 سنين للشخص اللي بيقرر هيخش كليه ايه، او للشخص اللي دخل كليه وبيفكر على الوظيفه اللي هيشتغل فيها، يبقى عنده فكرة نبذة عن المجال ده وعن الفرص المتاحة في المجال ده. وده احنا بنعتبر ان هو مهم. ليه؟ عشان في ساعات ناس ما سمعتش عن الستام والستيم. في ناس في مدارس كتيرة قوي ما عندهاش فكرة، في ممكن بنات وولاد مش فاكرين ان هم ممكن يخشوا كلية في مجال الستيم عشان ما خدوش introductory course على الموضوع ده. فاحنا شايفين ان دورنا ان احنا نوفر المعلومات دي ونبقى زي introduction للمجال الستيم وطريقة التعليم في الستيم، وبحيث ان في الاخر يبقى الناس بتتخرج من كليات في المجال ده يبقى هم متعلمين تعليم جيد، يقدروا يشتغلوا في وظائف لها دعوة بالستيم، خاصة إن دلوقتي جزئية الكلايمت والسستينابيليتي بقى شيء مهم جداً، وبقينا كلنا في العالم بنتكلم على خاصة بعد الكورونا إحنا ممكن نعيش حياة فيها استدامة إزاي، إزاي ممكن نخلي بالنا على صحتنا وصحة المجتمع بتاعنا، إزاي ممكن إن إحنا نخلي بالنا على البيئة بتاعتنا بحيث إن إحنا نبقى في بيئة صحية، وإن إحنا ما نستخدمش الريسورسز سواء الانرجي أو الووتر أو المية بطريقة تبقى يعني في ناس عايشة في بلاد مختلفة وفي قرى مختلفة ما فيش مية، فهل إحنا استخدامنا للمية، طريقة استخدامنا للمية، هل دي طريقة مستدامة ولا لا؟ فإحنا عايزين إن يبقى فيه
introduction للمجالات الستام، ناس تبتدي تخش كليات لها دعوة بالستام ويشتغلوا في الوظائف لها دعوة بالستام، بحيث ان احنا نقدر نحل المشاكل او نساهم في حل المشاكل اللي احنا كبشرية بنواجهها دلوقتي. وده خاصة بقى حاجة يعني في forefront في مخينا كلنا، خاصة بعد الكورونا. واللي حصل وقت الكورونا كان شيء تقريبا العالم كلنا تخضينا، فجأة كل الناس في البيت، فجأة لازم ناخد نتعامل مع التكنولوجي، فأي حد ما كانش عايز يتعامل مع التكنولوجي اضطر ان هو يتعامل، والاضطرار ده كان شيء كويس. فهدفنا في الستام سنتر ان يبقى فيه زي convening of كل الناس اللي مهتمة بالمجال ده، بحيث ان يبقى فيه collaboration, connection, تعلم، كلنا نتعلم من بعض. وفي الآخر ان يعني بنتمنى ان ولو ان احنا نغير فكر شاب او شابة عن المجال ده، بحس ان هم مستقبلهم يبقى مختلف او يبقى احسن، ويبقى مقتنعين ان هم لا في فرص ليهم. دي يبقى احنا كده قمنا بدورنا في العمل ستام سنتر. ممكن نطمع ان احنا نسمع او نعرف بالتدريب ده امتى، يعني باي بروجكت عندكم، احنا كمدارس نحب نعرف عشان نشارك فيه. شكرا. قوي قوي. احنا معظم البرامج اللي احنا بنقوم بيها بنعلن عنها في على الفيسبوك والانستغرام بتاعنا والويب سايت. الماركتنج تيم عندنا بيعلن عن كل البرامج دي. بس احنا كمان المهم برضو ان احنا مش بس البرامج دي اللي بنوفرها، يعني احنا في برامج بنوفرها لشباب غير قادرين على مثلا دفع للكورسات دي، فبتبقى ببلاش، بتبقى for free. وفي برامج هنبتدي نقدمها بتبقى بمبالغ رمزية، ده يبقى مثلا لأفراد تانية. وفي التدريبات اللي هنوفرها هتبقى برضو for free. فإحنا من كل ما احنا هنتعامل مع ناس تانية بتيجي STEM Center هنبقى عارفين الاحتياجات ايه ونقدر نوفر الاحتياجات دي. يعني انا من الحاجات مثلا احنا كان برضو كان بوينج كان عمل فاندنج، بس ده كان قبل ما نعمل STEM Center، عملنا تدريب للمعلمين على الانتجريشن اوف تكنولوجي ان ذا كلاس روم. والبرنامج ده عملناه من سنتين، كان اسمه تيتش تو ليد. وصراحه معلمين من مدارس مختلفه، مدارس حكوميه ومدارس خاصه، جم حضروا البرنامج وتشرفنا بان الدكتور رضا حضر حفله التخرج معانا وزير التربيه والتعليم، وكان برنامج ناجح جدا ونتمنى ان احنا نقوم بيه تاني. فاحنا بنعلن عن كل البرامج عن طريق السوشيال ميديا عندنا، فلو في يعني بليز فولو اس عشان وطبعا احنا برضو بيبقى يعني لو في احتياج معين من مدارس او جهات مختلفه احنا بنبقى انا ثينك. بس حاجه واحده ثانيه عايزه ازودها، من الحاجات اللي احنا بنهتم بيها جدا 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 هي الماده العلميه. يعني احنا ممكن نقول ان في برامج كتيره كويسه جدا وفي فرص كتيره جدا وفي حاجات كويسه كتيره جدا، لكن هي الماده العلميه هي اللي بتفرق برنامج عن التاني. هل الماده العلميه دي بجد بتدي المعلومه اللي الشخص محتاجها، سواء معلم او طالب او في الجامعه، او حتى مثلا احنا عندنا برنامج entrepreneurship for STEM، ده احنا قمنا بيه وهنعمل competition للستارت ابس اللي في مجال السستينابيليتي. يعني لو في ستارت ابس مركزه على السستينابيليتي، بس هي اللي بيفرق بجد الماده العلميه. واحنا لما بنكتب الماده العلميه بنشوف ايه اكتر حاجه اب تو ديت، بنكتب الماده العلميه، بندرس البرنامج وبناخد فيدباك من الناس بعد ما ياخدوا البرنامج، فبيبقى فيه تطور على يعني هي دي اللي بتفرق الصراحه. يعني ان الشخص لما بيحضر البرنامج او يحضر وركشوب او يحضر اجتماع، ان بجد يبقى طالع حاسس ان لا انا استفدت حاجه، في حاجه اتفتح مدارك عندي، ممكن ابتدي بقى اخش، انا لقيت المجال ده حاجه مهتمه بيها فممكن اتطرق فيها اكتر. وده الهدف. احنا مش بندي مادة، احنا مش زي يعني مش زي كلية، لا كلية زي كلية التربية دي مادة علمية، الشخص بيتخرج بيبقى معلم جاهز. احنا دورنا ان احنا بنساهم مساهمة بسيطة في introduction او يعني مساندة على اللي بيتوفر في الكليات او في المدارس. التدريب يعني كنوع من انواع التنميه المهنيه او التدريب اكتر، سواء للمعلمين اللي موجودين او للستودنتس اللي لسه هيبقوا معلمين. يس. او حتى طلبه يعني انا في مثلا في اكزامبل كده انا بحبه قوي، في بنت انا مش فاكره اسمها، مش فاكره اسمها، بس كان عندها 9 سنين وكانت من اول الناس اللي حضرت برنامج اللاجو عندنا. البنت دي بتدرس في مدرسه حكومه وعملت اب
عندها 9 سنين واهلها عارفين هم بيعملوا ايه وعرفوا عن البرنامج وقدموا لها ودخلت الكورس. فبيبقى حاجه بجد مشرفه جدا لما بنشوف ان في سواء اهالي او طلبه مهتمين قوي بالمجالات الجديده دي وعايزين ياخدوا حاجات تحسن لهم قراراتهم بحيث ان هم يدرسوا ايه ويشتغلوا ايه. وده ده الهدف بتاعنا. مرسي مرسي لحضرتك جدا. دكتورة صفاء، انا كنت عارفه انه احنا اول ما بدانا سبيشالي ستام بروجرامز احنا يعني كان عندنا، مش عايزه اقول مشكلات، خلينا نقول عليها تحديات زي ما احنا متعودين، كان عندنا تحديات كتير قوي، بدايه بقى من الانفراستراكشر للستودنتس نفسهم هيبقوا ازاي، للانستراكتورز، ليه تفاصيل كتير قوي. ايه التحديات اللي احنا اللي واجهتنا وقدرنا بقى نتغلب عليها ازاي بحكم تجربتنا البايونير في كليه التربيه؟ هو تقريبا احنا كان بدايتنا كلها مع ستيم تحديات، يعني احنا برنامج جديد فيعني ما كانش عندنا حاجه عشان نقول، كان عندي حاجات ماشيه وحاجات تحديات، هي كانت كلها تحديات. من اول شكل القاعه، هم هيقعدوا ازاي، يعني هيقعدوا كده مجموعات تعلم صغيره كده مع بعض، تيم ورك، يشتغلوا تيمز في مجموعات. طيب انا المدرجات عندي مدرجات، يعني صفوف ورا بعضها زي المسرح كده، طب ده مش مناسب. فهم لا، محتاجين قاعه بمواصفات معينه، محتاجين انترنت طول الوقت. انا ما بوفرش انترنت لولادي في البرامج التانية اصلا، لكن دول لازم يكون عندهم انترنت. طب عندهم اماكن عشان يعملوا فيها المشروعات بتاعتهم، يعني محتاجين نوفر لهم. طب محتاج لما يعمل حاجة، محتاج الورشة بتاعت الخراطة اللي في قسم الكيمياء والفيزياء علشان يعمل حاجة معينة خاصة بالبروجكت، طمينا يعلموا عليها. يعني في الحتة دي احنا محتاجين فني او صنايعي حتى من برا يساعدوا عليه. مش عايزة اقول لكم حاجات كثيرة جدا، يعني لما جم عملوا البروجكت الخاص بالزراعة، طيب اضطرينا ننزل ونخصص لهم جزء من الجنينة وتبقى دي بتاعتكم وعملوا فيها كذا وبقى فيها رعاية ومش عارفة ايه. الماتيريال بقى الهيكي اتكلمت عنها، مفيش ماتيريال ستيم، مفيش ماتيريال، تعتمد على الطالب يعمل ماتيريال بتاعته، الأستاذ يعني بيجايد الطالب في انه يعمل الماتيريال بتاعته. احنا ولا عندنا كتاب ولا عندنا امتحان، احنا عندنا تقريبا معظم الكورسات باس، يعني احنا مفيش فاينل اكزام ومفيش، وفي حاجات نون كريديت، يعني لان احنا يهمنا نشتغل على الطالب ان هو بيشتغل طول الترم، مش انا مش يهمني في اخر مره اشوفه فيها امتحنه وادي له درجه. يعني كمان عندنا مشكله ان الناس زي ما حضرتك قلتي كده في الكليه هم مين يستم، يعني عارفه المجموعات التانية في الكليه مستغربين، الولاد مستغربين طريقه لبسهم اللي هم عملوه من غير ما احنا نقول لهم، مستغربين اللغه بتاعتهم اللي فرقت ترم اول عن ترم تاني عن مستوى تاني، الولاد داخلين بتحته باللغه الانجليزيه اخر مره، لا يعني يقدر يعمل معاكي حوار يعني جامد باللغه الانجليزيه. طب ده عملناه ازاي؟ اضطرينا طبعا نعمل لهم دورات تدريبيه عن طريق الارشاد او مركز تطوير اللغه الانجليزيه. عندنا تحديات كثيرة، مش عايزة أقول لك، في اللغة، في المحتوى، في المكان، في المعمل. المشكلة كانت الكبيرة إن لما نيجي يدرسوا حاجة معينة، طب دي عايزة جزء من معمل الكيمياء وحتة من معمل الفيزياء وأستاذ من معمل البيولوجي، يعني طب نقعدهم فين بقى؟ يعني فكنا بننقل أحيانا نحطهم في حتة، وبعدين محتاجين الميكروسكوبات ناخدها من عند دكتور محمد في البيولوجي ننقلها في الفيزياء، ومحتاجين مواد كيميائيه نروح نجيبها من معمل. لا يعني تحديات كبيره، لاني عارفه هيك زي ما تكوني عايزه تزرعي حاجه جديده، الارض مش جاهزه خالص، الارض مش جاهزه، واللي هيزرعها هو مش عارف يزرعها زي اول مره يزرعها، هو مستني حد يقول. فمش عايزه اقول لك كان في صعوبه، لكن اللي تغلبنا عليها بحاجتين، الستاف الحقيقه المايند سيت بتاعهم عندهم مرونه وتقبل للتغيير وللقرايه والتعلم بشكل كبير جدا كاساتذه. كطلبه احنا خدنا اول مجموعه 60 طالب، وتاني مجموعه احنا قلنا لا هنقل هناخد 40 طالب، كان علينا بقى بالضرب يعني تاني مره، لا احنا عايزين اول دفعه وتاني دفعه، احنا يهمنا الكيف، يهمنا الطالب اللي عندي ده يبقى متعلم كويس ويبقى نموذج لستيم،
لكن ما افتحش واخد اعداد وفي الاخر شهاده واسم على ورقه. يعني الجداول بتاعتهم علشان تعمل لهم جدول والجدول ده يبقى مريح للطلبه والاساتذه، احنا عندنا الكورس بيشترك فيه 5-6 اساتذه مع بعض، بيرتبوا المحتوى مع بعض ويرتبوا العملي مع بعض وموجودين مع بعض. ده كان ده في صعوبه جدا يعني، فبقول لحضرتك الجدول فيه صعوبه، المكان كان فيه صعوبه، المايند سيت بتاع الناس. عايزه اقول لحضرتك مثلا اول اسبوع الولاد دخلوا ستيم قالوا لي في كارثه فوق في الكليه، طلعنا في كارثه فوق. ايه بقى؟ الستين طالب بيعيطوا احنا عايزين نحاول، بيعيطوا احنا عايزين نحاول، احنا لا انا عايزه اروح كيمياء، انا عايزه اروح فيزياء. فهما بقى ايه مستنيين انا اطلع لهم ايه؟ لا وازاي وما ينفعش. قلت لهم اوكي حولوا شؤون طلاب حضراتكم موجودين، ده برنامج في الكليه وده برنامج في الكليه، حولوا متاح ليكم هديو يعني ده مسموح. قلت لهم اه طبعا مسموح، اللي عايز يروح كيمياء يروح كيمياء عادي، اللي عايز يروح فيزياء مفيش اي مشكله خالص. جمعنا الستاف اللي اشتغلوا معانا في ستيم، قلنا لهم ادوا نفسكم لحد بكره لحد بعده اسمعوا عن ستيم، طب شوفوا عن ستيم، طب احلموا عن ستيم، اقفل ودنك عن حد بيقول لك فكره قديمه عن انت لازم تدرس كيمياء عضويه وكيمياء مجموعات رئيسيه وفيزياء جوامد ونوويه. يا دكتور علي اللي هم قلقوا الولاد فكره عارفين حضرتك الاثوريتي بتاعه التخصص، انا استاذ الكيمياء الفيزيائيه العبقريه اللي مش عارف ايه. لا ابتدوا يعني بصراحه دي كانت من التحديات اللي قابلتنا. خسرنا كام من الستين بعد 48 ساعه كده لما قعدوا ويعني اتكلمنا معهم شويه وهم ابتدوا يتكلموا مع اهاليهم، خسرنا منهم تقريبا يا دكتوره مي او لو دكتوره عبير هنا منسقكم تقريبا واحد. احنا عملنا ماركتنج كتير جدا في السنه الاولانيه، الناس مش فاهمه ومش عارفه وانا كنت حابه كده اني عارفه تاخذ الاطفال الاولانيه اللي هم ايه جايين مش عارفين، لكن اللي جاي بيدخل على برنامج مش عارفه بيبقى حابب حاجه جديده، فدي ميزه بناخدها منه. اما جينا في السنه الثانيه لا ما عملناش ماركتنج خالص، انا قلت لهم ما فيش كلمه تتقال عن ستيم عشان انا عايزه اخد 30-40 واحد. لقينا بقى الحاج شايفاهم دول بقى هم اللي بيعملوا ماركتنج، هم يعني هم اللي عملوا البرنامج بتاعهم ماركت من ورايا. فلقينا الكليه كلها جايه طلبه ثانويه عامه كلهم جايين عايزين ياخدوا ستيم، بس علشان تقدمي ستيم صح تاني هنرجع للاستاذ للاساتذه وللقاعه وللمايند سيت بتاع الناس دي كلها. حتى يعني انا مثلا من القاعه مسؤوليتكم نظافتها بتاعتكم، الاجهزه اللابتوب اللي انت شغال عليه كانه بتاعك، يعني كل حاجه متغيره في طريقه التعامل مع الاولاد. فاكتر من كده احنا يعني عندنا تحدي ان انا ما اقدرش اخد اكتر من كده، يمكن في سنة لما نطلع ثالثة نقدر ناخد دفعة من 20 طالب عشان نقدر أكتر من كده، خاصة إن فرص التريننج ليهم برا قليلة. بس أنا سعيدة إن أنا عارفة إن دلوقتي في مدارس ممكن نروحها، ومش ممكن التريننج بس يقتصر على المدرسة. الحقيقة أنا بنزله تريننج كل في 7-8 مرات، في 8 مرات أنا عايزاه ينزل، مش في كل مرة ينزل مدرسة، لا كل مرة لازم ينزل مكان تاني. ستيم مش معناه مدرسة ولا انه انا هطلعه معلم، لا اللايحه بتاعته هيطلع يقدر يدرس في مدارس بتشتغل بطريقه ستيم، لكن في نفس الوقت انا بطلعه عشان يقدر يشتغل في اي مكان تاني، ده صحيح يعني. فيعني احنا يعني بنتوقع الحقيقه ان احنا معاكم نقدر يعني نتابع صفحتكم ونشوف التدريب. وانا عايزه اقول لك احنا عندنا متطوعين، اذا انتم حابين تستفيدوا باولادنا متطوعين ويتعلموا، دي حاجات تسعدنا جدا. فاحنا كليه اوبن جينيا جدا معاكم ومع اي حاجه ان احنا ان شاء الله اي حاجه لمصلحه ولادنا نعملها. فان شاء الله متفائلين خير بوجود حضراتكم جدا جدا، والولاد دول بجد مجموعه متميزه جدا جدا، خاصه الولاد اللي في المستوى الثاني دلوقتي. فان شاء الله كده نحلم معاهم ويكونوا كده
يعني نقول ايه في نقلة تانية بعد التخرج ان شاء الله. يا رب بإذن الله. بإذن الله. شكرا دكتورة مي. مرسي دكتورة صفاء جدا لحضرتك. دكتورة صفاء انا عايزة اشكر حضرتك على الكومنتس دي، عشان هو واضح ان اللي حصل في كلية التربية جامعة عين شمس حاجة عظيمة، والمجال الستام ده بيتطلب شجاعة، فان يبقى في حد قدر ان هو ان كل واحد فيكم قرر ان هو يعمل حاجة جديدة مختلفة، دي بتتطلب شجاعة. العالم اللي احنا عايشين فيه دلوقتي بيتطلب الشجاعة في اختيارات، سواء الطلبة في المدارس او لما حد بيقرر هيخش جامعة ايه او هيشتغل وظيفة ايه، هو في قرار من الاثنين، يا هياخد القرار اللي هي بقية الناس كلها عملت نفس الحاجة فانا كده مطمنة وضمنة نوعا ما ان انا هبقى زي الشخص اللي قدامي ده، فانا هخش كيمياء وهبقى استاذ كيمياء، فانا عارفة مصير حياتي لغاية لما اتقاعد، دي طريقة حياة ودي طريقة كويسة مش وحشة. بس في ناس تانية بتبقى عايزة حاجة مختلفة، عايزة أكتر، عايزة تشارك في العالم، عايزة تعمل حاجة مختلفة، عايزة تغير في الدنيا اللي حواليها، ودي الناس اللي بتجازف وبيبقى عندها الشجاعة إن هي تعمل حاجة مختلفة وتتحدى الظروف وتتحدى النقد وتتحدى ناس بتقول لا ده مش هينفع وده ما ده ما ده مش هيجيب أي نتيجة. فبجد انا يعني احييكم جدا وشرف لينا ان احنا نبقى معاكم النهارده، على ان في وسط تحديات كتيره جدا يبقى في الشجاعه دي سواء من الكليه او من الطلبه، وان بعد كده يطلعوا معلمين يدرسوا في المجال ده ويعلموا طلبه تانيين صغيرين ان الشجاعه في الدنيا اللي احنا عايشين فيها دلوقتي شيء مهم. الحياه بتبقى احسن لما نبقى عندنا الشجاعه دي وما نبقاش قلقانين من النتيجه. يمكن أجرب وما نجحش النهاردة بس بكرة يمكن أنجح. فأنا أحييكم جدا على الحكاية دي. بمناسبة الشجاعة، لو تعرفي قد إيه أنا شجاعة، عندهم في بعض المعمل بتاعهم لازم يعملوا منتجات غذائية يعني ويقيسوا وبتاع ويعملوا أكل وبعدين يجيبوا بقى عمتك كلها عشان يدوقوها يعني، فتخيلي منتهى الشجاعة يعني. يعني هما مثلا ما بيجي يدرسوا حاجة خاصة بالخميرة، هو بياخدوا حاجة كده فود اند فيتنس حاجة كده، يشتغلوا على الخميرة وعلى البيولوجي وبعدين يشتغلوا على مش عارفة الخصائص الفيزيائية اللي مش عارفة ايه وبعدين يشتغلوا على الخصائص الكيميائية الايه، ويعودوا يعملوا عيش بأنواع مختلفة وجبن بأنواع مختلفة وبعدين يجيبوني بقى عشان ادوق. فعشان تعرفي الشجاعة. بس انا عايزه اقول حاجه كمان، ان الاساتذه الحقيقه خليني اقول ان الطلبه عندهم استعداد فعلا ويبهروكي، بس عندنا الاساتذه عايزه اقول لك انا ساعات شجاعتي بتتراجع شويه، فبلاقي الاساتذه لا هنعمل حقيقي يعني، وهم موجودين جزء بينهم واللي مش معانا حقهم لا هنعمل. وعايزه اقول لك مثلا الدكتور هاني كان عايز مواد كيماويه، هتجيبيها يعني هتجيبيها؟ طب ما انا مش عارفه اجيبها، ده استيراد. ففضل لما عرفنا نجيب المكونات بتاعتها اللي احنا هنخلطها عشان نعملها، بس هي تيجي. هو اثر بيجيبوا من جيوبهم حاجات كتيره، لان في حاجات انا ما بعرفش اطلعها، عمليات طماطم وتوم وبصل وحاجات يعني، فبيجيبوا. دكتوره مروه معانا يعني عندنا مشكله، فبتعمل بحث في ستيم يعني، هي بتعمل يعني عارفه اللي هو الاكشن ريسيرش، احنا عندنا مشكله، فدكتوره مروه يعني بتعمل بحث ازاي يعني نحل المشكله. دكتور ماجدي عنده كانت حاجه خاصه بمنظومه الامتحان الفاينل في الاخر ده، عايزين نفكر له في حاجه يبقى برضو ابداعي كده، فعملنا بحث علشان الدكتور ماجدي يقدر يطلع لنا بحاجه نقدر نتم يعني، بحيث ان احنا ما تبقاش حتى افكارنا اجتهاديه، لا تبقى بيزد على بحث بنعمله يعني. فاحنا بنحاول قدر الامكان، وربنا يوفق الاولاد والاساتذه يا رب، وان شاء الله مع بعض كده تقدروا تقللوا البعض من التحديات معانا ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. الحقيقه هي دكتوره صفاء مش بس عميد الكليه،
لا هي داخله معانا في كل التفاصيل بجد، يعني مذاكره اللائحه كويس جدا بتاعه ستام الكورسز، الانجريدينتس نفسها لما بنطلبها يعني حافظاهم زي ما قالت لحضراتكم كده بجد. كل معمل لازم تجيلنا والطلبه بيقعدوا يستنوا لغايه ما تدوي الحاجات بتاعتهم، لان هم بيدرسوا الحاجه تفصيليا وهم يمكن يتكلموا عندها اكتر. هم في كورسز فعلا هي في الميدان زي ما بيقولوا، زي كورس الفود نيوتريشن اند نيوتريشن، ده من الترانس ديسيبليناري كورسز او المقررات عبر التخصصيه، والكورس ده بيدرسوا 5 اساتذه انا ليا الشرف ان انا منهم، يعني تخصصي كيمياء، في دكاتره دكتور من فيزياء، من بيولوجي، من ماتماتكس، من جيولوجي، والحقيقه بندرس الموضوع من كل الجوانب بحيث انه الطالب في الاخر يبقى طالع فاهم انه ده مش مجرد عيش على فكرة، ده في وراء حاجات كتير قوي. لا هي الجبنة مش جبنة بس، لا ده في تفاصيل كتير فيها، اقدر ازاي اعرف البرسنتج بتاعت كل حاجة فيها، طب السايد افكت بتاعها على الهيومن وعلى الهيومن سيلز هتكون عاملة ازاي. يمكن الدخول في التفاصيل الزيادة هي اللي خلت الولاد اوير مور بحاجات اكتر في ان هم ازاي يوصلوا لحل المشكلة. طيب يمكن كل التحديات واكتر على فكره بكتير منها كمان ساعه العميده تطرقت ليها، بس دول ستودنتس. طب التيتشرز بقى اللي هو انا بقالي قد كده سنين بدرس بطريقه معينه وبمنهجيه معينه، ازاي دلوقتي اغير المايند سيت بتاعتي او ازاي اغير المنهجيه بتاعتي في التدريس؟ اعتقد مسز ناديا انتوا يعني كان عندكم برضو شويه تحديات بسبب الموضوع ده. اتفضل. يعني احنا طبعا عشان نعمل الستيم بشكل مظبوط جبنا متخصصين هم اللي انشأوا لنا المعامل، ومتخصصين هيدربوا المدرسين، وفي السنة الاولى هم اللي هيقوموا بدور تعليم الطلبة والطالبات، ومدرسينا حاضرين معاهم عشان يبقى الموضوع واخد وقت كافي لمدرسين يكونوا جاهزين للتدريب على السيستم الجديد. طبعا عاوزين اماكن، عاوزين ورش 3 كبار عشان خاطر الولاد، وعايزين تايمينج. انا عندي مناهج، انا عندي ناس عندهم امريكان دبلوما، عندهم باك فرنساوي، عندهم ثانويه عامه، عندهم عندنا برامج لازم نخلصها. فاقتنصنا 2 ساعة من اليوم الدراسي في الأسبوع لكل طالب يخش الورش دي، وهيبقى الورش دي على طول بشكل كونتينيوسلي شغالين 7 ساعات كل يوم. فطبعا هي كانت محتاجة أماكن، محتاجة فلوس، وإحنا مش هنقدر نقول لأولياء الأمور هاتوا فلوس، الناس ما شاء الله يعني كفرانة، فإحنا لازم نقوم بالحاجات دي. وإحنا قلنا ده شيء مهم يستاهل إن إحنا جزء من ميزانيتنا تتحط للتكنولوجي وتتحط للروبوت وتتحط للذكاء الاصطناعي، ده هو ده النهاردة المستقبل لولادنا. والحقيقة المدرسين كلهم والمدرسات كلهم بيتسابقوا على التدريب وعلى ان هم، بالاضافه ان هم عاملين قراءات، بالاضافه قلت لكم ان كتب الامريكيه نفسها كلها ستيم بتقول لهم هنا تعمل كده وهنا تعمل كده. فعملنا دي الصعاب اللي كانت مقابلانا، والعيش في كليه التربيه واكل العيش مر يعني. مس أستاذ شهيناز، احنا برضو كان عندنا برضو شوية تحديات كده في السويتشنج ده او في اختيار ده كان من ضمن البرامج التدريبية، ولا كان الموضوع يعني سهل في الانونس بتاعه بحكم انه ستام بقى تريندنج او بقى كل الناس عايزة تعرف ايه ستام او عايزة تتدرب عنه؟ هل واجهتكم مشكلات في ده؟ المشاكل اللي واجهتنا كانت لوجستيكية أكتر من أي حاجة. يعني إحنا كان عندنا سبورت جاي من بوينج، فدي كانت حاجة إحنا يعني لولا مساندة شركة بوينج ما أعتقدش إن إحنا كنا قدرنا نعمل ستام سنتر، فهم عملوا الفاندينج لكل ده، فده سهل الموضوع جدا. كان يمكن التحدي اللي بعد كده إن إحنا نعمل مادة علمية جيدة جدا بجد تجيب نتائج كويسة.
ان احنا نلاقي المعلمين اللي يقدروا يدرسوا. دي كانت برضو تحدي، بس لقينا ناس كويسين جدا يدرسوا المواد العلمية دي. وبعدين ان احنا نعلن عن الستام سنتر عشان احنا يمكن الناس عارفيننا بالامتحانات، امتحانات الانجليزي، عارفيننا بالمنح الدراسية، عارفيننا بكورسات الانجليزي، بس عن التدريبات للشركات وللمدارس والناس المختلفة، بس يمكن ما يعرفوناش بستام بالظبط. فدي كانت حاجة جديدة كنا لازم برضو نعمل فيها شغل كتير جدا. ومن الحاجات يمكن يعني، فأعتقد ان احنا شغلنا يمكن كان اسهل شوية عن كلية التربية وبرضو المدارس الخاصة. يعني انا بحس ان دايما لما في برامج تدريبية خاصة في الكليات، بحس ان دايما بيبقى فيه مطلوب قوي من المعلم اللي في المدرسه او المعلم اللي في كليه التربيه او الشخص كليه التربيه، ان هو يغير من طريقه الطريقه اللي بيدرس بيها والطريقه اللي بيشتغل بيها. ودي بيبقى فيها تحدي كبير. يعني انا الصراحه بيبقى فيه نقد قوي على المعلمين. يعني انا يمكن عشان كنت معلمه فبحسه قوي ان في دايما في مصر احنا بننقد المدرسين وان لازم يعملوا اكتر. بس هو المعلم في مصر بيواجه صعوبات كتيره جدا، وبيبقى فيه يعني بيبقى فيه ناس بجد، يعني زي ما حضرتك كنت بتقولي، حضراتكم كنتوا بتقولوا، في ناس بجد مدرسين بيعملوا اكتر من اللي مطلوب بكتير من غير مقابل. والمعلم دي يعني اعتقد في كل حته في العالم ده بيبقى اللي المعلم بيواجهه، بيبقى هو عنده علم كتير جدا مطلوب منه يعمل حاجات كتيره جدا، وفي نفس الوقت المقابل ما بيبقاش زي مثلا حد بيشتغل في شركه، بيبقى مختلف. بس الدور اللي المعلم بيقوم بيه، واعتقد اي حد درس في مدرسه وحس يعني ايه يدرس في مدرسه، يعني ايه يقف في فصل ويبقى فيه بيتعامل مع طلبه حياتهم بتتغير قدام المدرس وهو بيدرس. هو انت بشايفه الطالب بيحصل له ايه لما الفصل ده بيبقى مختلف، بيبقى فيه الجوي اوف كيوريوسيتي، يعني بيبقى فيه طفل كده يبقى العالم بيتفتح قدامه. دي يعني ما اعتقدش ان في اي مهنه بتدي ده قد التعليم. فيمكن يبقى فيه نقد كتير قوي على المدرسين، بس يعني انا بحس ان احنا يمكن الدنيا كانت يعني الصعوبات مش قد في الكليه، بس احنا يمكن الصعوبات دلوقتي بالنسبه لنا ان احنا عايزين نعمل اكتر من اللي احنا بنعمله، عايزين نقدم برامج اكتر، عايزين نوفر تدريبات اكتر. وده بيتطلب بقى فاندنج مختلف، بيتطلب ان احنا بنشتغل حاليا في القاهره، هنبتدي نعمل برامج في اسكندريه. مش عايزين نشتغل بس في القاهره واسكندريه، عايزين نشتغل في المحافظات كلها عشان في معلمين هايلين في محافظات تانية في مصر. والتكنولوجي طبعا بتساعد على الحكاية دي. يعني في بعض البرامج اللي بنقدمها ممكن تتقدم أونلاين، بس STEM بيتطلب لازم التانجيبل فيس تو فيس، يعني المعامل وكذا. يعني يمكن احنا بالنسبة لنا التحدي اكتر ازاي نقدر نكبر اللي احنا بنعمله في محافظات تانية في مصر. شكرا، مرسي لحضرتك جدا. انا عارفه ان الدكتوره صفاء وقتها مزنوق جدا، وانا يعني احنا ضغطناها في الوقت، بس كان عندي اخر سؤال يا دكتور استفسار من حضرتك، لانه ما ينفعش حضرتك تكوني موجوده وما نتكلمش عن الجزئيه دي. ميسز ناديه كانت اتكلمت عن انه المدرسين هم اللي كانوا متوليين البارت بتاع الاعتماد كله في المدرسه. الحقيقة احنا برضو بنقدم لبروجرامز، وعايزة اقول لحضراتكم انه لكم ان تتخيلوا دكاترة واساتذة دكاترة من اقسام علمية هم اللي متوالين الجانب ده. والحقيقة يمكن احنا شغالين في ستيم بروجرام بالكريتيريا او بالمعايير بتاعة الاعتماد وبتاعة الجودة. ولو في اي اضافة تخص الجزئية دي يا دكتور حيك تحب توضحيها. هو طبعا ده موضوع كبير جدا جدا، والحقيقة يحتاج سيشن منفصل، يعني موضوع الاعتماد. هو احنا حاليا بنتقدم للاعتماد من نقاء في اكتر من بروجرام تاني، فاحنا بنحاول نكتب في الدوكيومنتس بتاعتنا اللي احنا بنعمله، على اعتبار بقى بنعمل دراسة ذاتية ونبعتها للهيئة، وان شاء الله الهيئة متوقعينها تيجي. استم لا، استم احنا عندنا بيبنى لانه هو حاجه جديده، فهو بني على المعايير من الاساس.
يعني اتبنى على معايير الجودة والاعتماد من الأول، سواء كان في احنا عندنا دراسات عليا ستام واندر سواء هنا أو هنا. ولأني ما كانش فيه حتى معايير أعتقد للدراسات العليا في ستام، هي الهيئة أعلنت عن معايير مؤخرا خاصة بيها. فالفرق ما بين ستيم والبرامج التانية ان البرامج التانية شغالة بقالها سنوات وسنوات وسنوات وبتحاول تشوف المعايير وتوائم نفسها مع المعايير وتعمل فجوة كده، دراسة فجوة هو ايه الفرق بينه وبين المعايير. ستيم لا، ستيم من الاول هو الستراكشر بتاعه بيزد على المعايير دي. بس احنا لازم عشان ناخد الاعتماد، احنا ان شاء الله عندنا امل ان احنا ناخد اعتماد دولي كمان مش محلي بس، بس عشان ناخد الاعتماد ده لازم اخرج، لازم يبقى ليا خريج في سوق العمل. فاحنا مضطرين بس نشتغل وهولد على الحته دي في ستم لحد ان شاء الله ما نخرج ويبقى لينا خريج في السوق. لكن كل الاجراءات بتاعه الجوده والاعتماد احنا تقريبا عامل يعني ويمكن زياده كمان 100% ويمكن زياده، أنا مجرد ما يبقى لنا خريج في سوق العمل ونشوف انطباع الجهات اللي هيشتغل فيها عنه إن شاء الله نتقدم لنقاء، وإن شاء الله إذا كنا نقدر نروح للكيب يعني بإذن الله.